جمال بفضل اسم فني كبير في مجال التوزيع الموسيقي، لا تخطئه الذاكرة الفنية قط. تعامل مع عشرات الأصوات الغنائية كموزع موسيقي وقائد فرقة. منذ سنوات قرر جمال التواري عن الأنظار واعتزال وسائل الإعلام، قبل أن يقرر أخيراً فتح قلبه وبيته حصرياً لكاميرات تلفزيون النهار، ويتحدث عن واقع الساحة الفنية، أزمة الأصوات الجيدة، برامج الهواة التي صارت تصدر القاسي والداني، مشروعه مع كنزة مرسلي الذي لم يكتمل، ورغبته في التوزيع للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، وأخيراً رأيه في اتجاه الفنانة فلع بابسة لغناء الراي. لا قرار إرادي ولا إقصاء ولا تغييب، هو الميدان، الجو في الميدان، يعني on passe une période vide، on est à vide، donc لما ما يكونش ما يكونش يعني الفراغ، انت ما تكونش، لان انا من يعني من مش من الفنانين الجزائريين اللي الموجه اللي تجي تديها. يعني فضاء الخيالي، يعني حبيت تقول يعني السوشيال ميديا سي انا بو موا سي ان موندي غير، يعني حاجه. وللاسف الفنان الحالي دوك يامن بهذا الشيء، دوك سي فو. شوف هادو ما توسكي ريزو سوسيو، توسكي يوتيوب، توسكي مهما يكون هذا الشيء وراك، لكن الحاجه المهمه هي عند الفنان هي واش راح يمد. والناس دخلوا في بالهم بلي هذا لو موند هذا فرصه باش يتعرف على الساحه الفنيه العربيه وتاع بلده او عالميه. سي فو، سي فو. هو با كيوزيتي بتات لو نومبر دو فيو، نومبر دو فيو. دوك الناس ولا تشوف روحها يعني الفنان الحالي دوك يسوسيتي على حسب لو نومبر دو فيو. سي فو، نومبر دو فيو تقدر با كيوزيتي، اي بي لي جون اشات لي نومبر دو فيو. يعني يا ترافيك نومبر دو في، تحب دير 1000 ولا مليون ولا دير على روحك. يا دي مويان بوغ اوغمونتي لو نومبر دو في اوجوردي، ما يعني والو. باسكو الاخر حاجه المستهلك، يعني المستهلك واش راح يستهلك وراح يشوف. شوف سي دي شوف سي دي ايميسيون لي باش رمبليغ ان بروغرام، ني بلوس ني موان. يعني باش تقول زعما من برنامج عرب ايدول ولا باش دير، وراهم عرب ايدول، وراهم سمي لي دوك عرب ايدول اللي خرجوا واش داروا. ما كانش، ما سي بيور بيزنس، سي بيور انتيغي بيزنس بيرسونيل. سي با واش دارت عرب ايدول، واش راح دير لك سي كوا. شوف نعاود لك المهم، شوف الميدان الفني، شوف الفن. طيب يقول لك الفن مقدس، ما تلعبش به، لان هو اللي قرر، ولا انت ولا واش كاين وراك، ولا عرب ايدول ولا التلفزيون ولا البيبيسيتي ولا الدعم ولا حتى حاجه. في حاجه يقول لها رخامه الصوت، با كيوزيتي سا باس. انت يديرك في بالك بلي تو ني با دوموندي با كيوزيتي، برك اون فوا يكشفوك ويوالفو ويديكوفري ويديكوفر لا فوا تاعك تي كاباسيتي، تولي عادي كما ايوا انا. وراهم انا نقول لك بلي انا ما يعني ما اقترحوليش يعني باش نكون ضمن لجنه التحكيم، مش سهل. اتونسيون سي با فاسيل بور فير بارتي، ماشي حاجه سهله. يعني تعرف انت باش يعني باش تقيم صوت شكون لازم يكون عندك رصيد ثقيل وخبره كبيره في الطرب، لان نقيم صوت في 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 في, 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 في الاداء الطربي، يعني
ولكن يعني حتى باش كي نشوفوا البرامج يعني لما نشوفوا الاغاني يعني حتى الاغاني يعني المدرسه لازم يكون حاجات يعني ما نسهلش الكونديدا ما نسهلوش باش يولي مطرب غدوه نعطيه الصعب يعني. لكن انا شوف انا باش يعني شوف فيها لازم يكون برنامج عربي محض جزائري محض تراث اغنيه ثقيله اللي فيها طبوع اللي فيها سيلا وين تقول مدرسه. اما سي تو في دي تروك اون انجلي بعد والله الحق انا ما كنت بدينا الشغل مع كنزة مرسلي مي بون ابري جو بي با ريبوند باسكو توك هي مرتبطه مع في مصر ما عنديش جواب لان مش عاول بالكش باسكو هما في الميدان هذا يحكموك يزيسيد دو كاناليزي مع سوبي كونسيوك بال يعني بال هما يعني هما يقولوا لك بلي اوني لا احنا موراك ونديرو بصح يفو با الي لا اي لا اي لا اي لا لو ستيل دو دارانجمون و كوانسي لا بيرسون اي لا بيرسون هذيك افيك نايفتي يعني افيك انوسونس الانسان يقدر يامن بهذاك الشيء يقدر يامن بهذاك الشيء دونك بوسيبل جو سي با جو با مي ممكن يعني سافي با دير كو faut faire les choses en face يعني faut être réaliste dans la vie الفن ما تقدرش او بو دو 3 mois 4 mois دير اسم وتطلع وتروح بعيد شوف طلعت غابيدمون تهبط غابيدمون هذه قاعده يعني عالميه يعني حتى لي شونتور ا سوكسي يعني حتى لي شونتور اترونجي يعني حتى في العالم العربي او يعني تطلع غابيدمون تهبط غابيدمون aujourd'hui c'est le business يعني يستغلوك لمده قصيره يعني سي تو سون بلوس يعني هما بار انوسونس هما يسون سي هما يسون انوسونس يعني مازال ما عندهمش خبره تاع الميدان الفني و سي كوا ان كارير بروفيسيونيل سي كوا كيس كي فو بور تينير اي ريوسي باسكو يفو تينير دابور il y a une concurrence rude dans le monde arabe. يعني اللي حنا رانا اوني ابسون حنا شوف كيفاش انا نطرح لك سؤال قول لي علاش كاين مطربين عندهم 30 سنه خبره ومش ما اشتهروش لازم السلطات المعنيه لازم يقوموا راهي بين يديهم يعني لازم يديروا حاجه لان شوف دوك انت التراث تاعك الا انت ماكش حاميه نلقى الي على بورتي تو الموند نديها انا وندير بها واش نحب انت عارف بلي ان في المشرق عارف بلي نهضروا على الشعبي الموسيقى الشعبيه عباك عندنا كنز كبير في الشعبي الشعبي يعني الاغنيه الشعبيه عباك عندنا كنز اللي راهو مهيونه يعني مهيون تعرف عارف انت يا بلي المشاريق راهم يدولك في الشعبي تاعك وراهم يستعملوا منه يستغلوا يرجعوا لك وتجي انت في الجزائر تقول الله الله على الفن الشرقي هو راهو الي انسبيري من الشعبي الجزائري هذه يعني كي نقول لك هكذا يعني مانيش نهضر هكذا برك انا بافيك دي بروف يعني يعني نهضر معك بافيك دي بروف يعني مش المشروع ما كملش ولا ما يعني ما بديش المشروع يعني
j'ai pas commencé le projet avec le chanteur صح انسان من احسن الاصوات العربيه يعني انا ما رفضت لان ما il m'a pas inspiré il m'a pas inspiré parce que ouais il faisait des génériques de films انا اللي سمعت صوته في مسلسل ما ماشي ما لا مش ما قناش لا هو الصوت كبير لكن لو فات اللي جات في الجينيريك ما سما بلوكي صدقني هذه هي يعني صدقني ما. الصوت اللي حاب نوزع على شيرين عبد الوهاب لانها تغني بكل بساطه يعني هي بسيطه انا عرفتها في تلاقيت معها في القاهره هي بسيطه واحد البساطه اللي دو سامبليسيتي انكرويابل وصوتها يعني صوتها نحب بزاف صوتها عندها طرب هي عندها صوت ما شاء الله مش مليح لكن شوف انا احنا مايلين شويه قال شيرين عبد الوهاب ومصر ولبنان وجوزيفا عندك اصوات جزائريه انا بالنسبه لي انا في التوزيع انا كي نوزع الفله انا بالنسبه لي انا ماشي يعني نقول لك احسن صوت عربي يعني معليش فلا يعني ما دارتش حاجه يعني معليش من حقها يعني تجربه يعني سي اون اكسبيريونس سي اون اكسبيريونس كو نيمبورت كي بو لو فير سي اون اكسبيريونس معليش ولكن كنت تشوف وحده كيما المطربه فلا يا اخي فلا سي اون انا نقول لك يعني احسن صوت عربي يعني فلا ما انا مانيش انا مانيش جاي فنايا في العالم العربي فيه الصوت كيما فلا وقدرات فلا لان فلا تغني لك بالتراث الجزائري يعني بالكل ما هو جزائري وحنا الله يبارك اون بي ريش عباك تو ديباس 100 كيلومتر الايقاع يتبدل اللهجات تبدل طريقه الغناء تبدل شوف من كاع الجزائري اللبناني العراقي المصري لي اون انجلي اون فرونسي نو فلا سي فينومين سي اون فوا فينومينال سي فلا ما كانش ديال لكن الى ممكن الفراغ بس لان ما فيش في فراغ في الجزائر ان شاء الله جيسبر كو سافا شونجي باسكو لا رانا في واحد الوضعيه الثقافيه ما في الميدان الفني يعني هو يهضر على يعني الصوره تهضر على روحها يعني رانا نشوفوا يعني اللي يجيب حتى في الحصص التلفزيونيه يا اخي ما على بالك انا الناس نتعجب انا كيفاش كاين اصوات لكن كاين اصوات السيد المحترم الفنان الكبير الفنانه الكريمه يا اخي ما نغلطوش الناس نو فو با نو ما نغلطوش الناس كل واحد وفي بلاصه يعني السهولات هذه اللي كسرت الفن الجزائري السهولات يفو اغيتي سا يعني كل واحد يرجع لبلاصتو معليش مانيش نقول ما عندوش ما افرض روحك بعملك يعني بين يعني انت عارف انت دوكا بلوتوتيون لوتوتيون يسمح لي ما يعرفش يغني يعني ما كان رقابه ما كان خلاص يعني رانا في وقت ان شاء الله جيسبر كو ان شاء الله سافا سو بروبليم سو ريغلو